رجعنا من جديد في سبوتنيكس اخر جزء من الحصه نتاعنا اليوم نحكيو كوره. ما حكيناش كوره بالكل اليوم في الحصه، كنا نحكيو على ازمه ومشاكل التحكيم، نحكيو على منتخب الوطني التونسي اللي يلعب غدوه مقابلته ضد منتخب جزر القمم. التشكيله نتاع المنتخب بدات تتوضح، باش يكون فيها مميج في الكاج، على اليمين باش يكون موجود رائد بوشنيبه، على اليسار الاقرب محمد امين بن حميده باش يكون اساسي رغم اني مازال كيلتحق بالتشكيله والقائمه نتاع المنتخب. في اللاكس الثنائي ياسين مريح منتصر الطالبي، فرجاني سيسي او عيسى العيدوني الياس الصخيري ومحمد علي برمضان ثلاثي وسط الميدان، عيسى العيدوني الياس الصخيري وكذلك محمد علي برمضان. القدام على اليمين حمزه رفيعه، على اليسار باش يكون يوسف المساكني، وقلب الهجوم سيف الدين الجزيري هو باش الاوفر حظا باش يكون اساسي بعد اصابه علي يوسف. خلينا ناخذ من عندك قراءه في التشكيله هذه سيدي. نشوف هالتشكيله هي اللي معناتها حاليا معناتها هي اللي تقدر معناتها ثلاثه نقاط مهمين جدا في مباراه غدوه ان شاء الله، ونتمنى التوفيق. فما حاجه نحب نحكي عليها اذا امكن، هو كي نتوا قاعدين نحكيو فما جماعه معانا جي جويني وفما جماعه كان جاي وتوا كان مثلا يحطوا سي مختار، فما جماعه مشاو ضد سي مختار. اللي انا مستغرب منه البوليميك اللي صارت لمدرب المنتخب، حب من حب وكره من كره. هاني جايك عاد اصبر شوي. كيفاش يستدعى بن حميدة؟ هل يا ترى انا عندي سؤال ليكم يا سيدي، بن حميدة باش يخسرني غدوة وانا فوزي بن زرت نعيط له؟ هي اختيارات تناقش. شوف فما حاجات يا اخي سبحان الله ينجم يكون شواء غلط. هاني معاك، نحن نناقشوا في الاشواء. هاني معاك باه سيبو دبوس هذايا في المحكمة يرافع ويحكي على القوانين، نجم نناقشه أنا؟ مش ستان شواح من حقي زاد نناقشه؟ تعطي رأي ما نحكيش رأي في حاجة ما نعرفهاش. لا تعطي رأي لا سمحني، توا مثلت الحرية وحرية التعبير والكل يا ديني ميت اون دوا ريسبكتي لي جون. بالمنطق اللي تحكي به نحن نسكر وروح ما عادش نحكيو على حتى حاجه معناها. دونك هذا موضوع للنقاش نتناقشوا فيه. باه انت موافق ان الملاعب يتسب؟ لا بطبيعه السب لا متفاهمين فيه. هذا متفاهمين فيه صحي. انت موافق المدرب يتسب؟ انا مانيش نحكي على النقاش. انت مش حكايه موافق سيريا، ها مش حكايه موافق. فما مهن انت تختارهم يجيبوا لك السبان للاسف، ويلزمك تتعامل معها الوضع هذا. انا راه معاك راه في امين بن حميد راه الاحق والاجدر باش يعيط له ليكيب ناسيونال عشان نسالك. اي خليك طيب علاش دخلت في الموضوع؟ انا خايف غدوه في الماتش بعض الناس ما نقولش الكل يسبوا الملاعبي. بربي هالملاعب اللي يلعب في التيران اش تحبوا يعطيك وانت تسب فيه؟ كان جاي الجمهور هذا ايه؟ انا معقوله هذا ستان شوا تعطي رايك تقول هذايا؟ اما لا، وقت اللي يهبط التراب يلزمنا ناخذه مع الملاعبي اللي يسميه المدرب، لانه انا عندي فلسفتي انا وهذا هو صحيح. ما فماش مدرب يعيط الملاعبي باش يخسروا. المدرب يعيط الملاعبي باش يعطي الاضافه لا نحب. وهي هو تو بن حميده اللي التروزيام ولا الكاتريام، يعني كان جاي اسمه علي العابدي يعيط له. ايش نعمل وقتها اذا علي العابدي مصاب والاخر مصاب والاخر درجه نقعد وبلاش يرقوش؟ واولا وثانيا يلعب في نادي كبير، الي كابيتان دي كيف في الاسبيرانس ولعب في المنتخب. هي ما حكينا فيه شويه البارح في فتره شك حتى في الترجي، برشا جماهير مثلا نادي انه يخرج من التشكيله الاساسيه. كاردوزو اخر مقابله اعتمد على ايمن بن محمد في بلاصته، شفنا الخطا الكبير. لحظه خليني نكمل سؤالي وبعد جاوبني. قول لي ايش بيه الخطا اللي عمله في مقابله الملعب التونسي؟ مستواه كان متواضع لهنا عاد حتى باش نعيطوا له الفتره هذه ماهوش في احسن حالاته. وكي بن حميده يعمل ليفور وتشوفه ساعه ونص هو في دخلت في البارتيجوش احنا نحكيوا على المستوى كامل بهيشي تو ويرفع عن سونتراج ولا فان سونتر يحطها براسه ويماركي. شبينا ما نحكيوش عليها هذيك، نحكيوا على غلط عملها ملاعبي
ترى بيكن باور غلط. بيكن باور هو ما أدرك أن بيكن باور ما نعقبوش اللاعب. بالمنطقة هذا عندنا محمد بن محمد يلعب في الجمعية إكس في بلاصة الفلانية، نعيط له كيف كيف نجم يعمل السونتراج اللي تحكي عليه، معناه نجم نمشي بالمنطقة هذا معناه سيري ذا معناه نحن نحكي على البيرفورمانس توا الملاعب يكون يستحق توا يكون موجود في المنتخب. ما هو الشيء على ما تسألوش سؤال لك أنا فما يا سيدة سمحني أنا نكمل على حاجة سيبوا الملاعبيه تنع ما تسبش ليه سبين ليه متفهم ايوه هذا هو هذا وين نحب نوصل سؤال اخر تفضل ذكر عندي سؤال من نوع اخر انا راني مع بن حميده على طول باش نفسر لك فما لاعبين يتخلقوا في الدنيا هذه في الكوره لين يبدا لين يكمل يبدا مكروه ما هو ستابل في الرندمون تاعو برشا عن الاسماء برشا من نبيل كوكي كان على تاب سمير باش نبدا لك بالكلو من اسمه الزعلاني شكري احمد خليل تو صحيت يبدا ستابل راه ويبدا معناته ويعدي كاريرو اما سي تكره تحسه لكن ما لازم نساوش اللي لاريل قوش هذايا لعب بطوله عربيه كبيره وكان في المنتخب وحاجه سؤال لازم يتسل يا اخي ساعه من حقه فوز بزارتي عيط اللي يحب صحيت وبعد يتحاسب اثنين في العالم ناقصين لزارير قوش كزعمة كجامعة الأول حاضر يكون موجود هو مشاو للشواء الأخرين اللي هو موجود كومبيتيتيف موجود فما شواء آخر مثلا أنا مين الشيرني شكون هو اللي يلعب في لافال ديفيزيون دو فرانس شو أنا أنا لعب في لافال أنا ما نعرفوش أنت ما تعرفوش أنا مش نعرف علي معلول من 50 سنة وبعده هو لعب ما تعرفوش المشكلة فيك أنت مش في هو فوز البرزرتي ما يعرفوش يعرفوا فوز بزاف وعليه ما عيطلوش هذا يقول له كيف خلينا نشوف صحيح خلينا نشوف صحيح تنجم تقول لي زيد راهو لازم العباد تفهم مانيش قاعدين نستغربوا كي نشوفوا في اللاعبين تنجح في المانيا تنجح في الاوتريش وتنجح في فرنسا يخلطوا الهونيه يلقاو مشكل راهو ما تنساوش اللي نلعبوا مع ايكيب بلدان افريقيه التنقلات بالستة وسبعة سوايع فما اللاعبين ما تقلمش انا كي جيت في بلاصه فوز بزاف ناخذ نفس الشوا هذا اللي تحكي لي عليه النجم يكون ممتاز لكن انا عندي واحد كومبيتيتيف بجنبي قائد فريق في جمعيه كبيره صحيح. بجنبي نمشي الحل السهل اولا فما حاجه اخرى راهو الحكايه اللي صارت على الليست فما قانون راهو قبل ب 15 يوم لازمك تحضر لا بعفينهم بعفينهم بري كونفوكاسيون هذا بعفينهم موجود موجود بعفينهم بري كونفوكاسيون انا اسهل اللي باش يكون عندي ونستحقه خاصه البوست هذيك باش يلعب تيتولير مش جايبو دوزيام شوا فهمت مش جايبو باش يكون روبلاسون تاع واحد مضروب نجم نقول حليت لي باب السؤال اخر باش نسالو لاحمد بالله ما ترجع ليش تقول لي